بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي الأحباء، طالبات الصف 11 ثانوي، معكم اليوم الأستاذة مها. نستكمل معكم دروس مادة العلوم العامة. احنا خدنا يا بنات، بدأنا الوحدة الثامنة واتكلمنا عن التنوع الحيوي. النهاردة يا بنات هناخد بقية الدرس الأول، التنوع الحيوي. ايه هي اهداف الدرس؟ ناخد بالنا يا بنات ان احنا هناخد صفحة 116 118 120. في نهاية الدرس ينبغي ان يكون الطالب قادرا على: 1، يذكر تأثير التغيرات في درجات الحرارة على التنوع الحيوي، يبين دور ظاهرة الهجرة التي تقوم بها بعض الحيوانات في التنوع الحيوي، يوضح الأثر السلبي لظاهرة الربيع المبكر في النظام البيئي. التنوع الحيوي، هنتكلم أول حاجة دلوقتي عن تأثيرات درجات الحرارة. العلماء في تحليل لب الجليد خلال السنوات الخمسة الأخيرة لقوا إن الـ5 سنوات من 2014 لـ2018 هي أكثر درجات حرارة. يبقى هذه السنوات كانت الأرض أكثر درجات الحرارة عندها في الـ5 سنوات دي. طب إيه أثر دوت على التنوع؟ للتغيرات في درجات الحرارة الكثير من التأثيرات في التنوع الحيوي، أهمها تحرك الأنواع. في أنواع هتتكيف، هتتحرك من تبعد عن خطوط العرض وتبتدي تبعد عن خط الاستواء عشان درجة حرارته عالية. يبقى تحرك الأنواع المتكيفة مع درجات الحرارة المرتفعة ببطء إلى خطوط العرض بعيدا عن خط الاستواء. 2، بعض الأنواع هترهق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، هي كانت عايشة في حرارة باردة. 3، موت بعض الكائنات لأنها ما تقدرش لا تتنقل بسبب درجات الحرارة العالية. يدفع ارتفاع الحرارة سطح المحيط نحو مزيد من الطقس القاسي، حيث يصبح الجفاف أسوأ في المناخات الجافة والعواصف أسوأ في المناخ المعتدل. يختلف تأثير درجات الحرارة من كائن حي إلى آخر. عندنا مثالين، واحد قدر يتكيف مع درجات الحرارة والتاني مقدرش. مين دول؟ المرجان والحرباء. المرجان ما بيقدرش البقاء عند ارتفاع درجة حرارة المية أكتر من 2 درجة سيلسيوس، وبالتالي 30% من الشعاب المرجانية أبيض يعني مات، وبالتالي هتموت الأسماك اللي كانت عايشة على المرجان. الحرباء، الحرباء حيوان بيعيش في الصحراء، قدرت تتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة ومع البرودة، يبقى إذن هي قدرت تقاوم التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة. يسبب الاحتباس الحراري مزيدا من التطرف في الطقس، مثل الصقيع الغير متوقع في المناطق الباردة هيؤدي إلى تدمير المحاصيل الزراعية. موجات الحرارة القاسية في المناطق الحارة، يعني لا دي كانت عايشة ببرد، لا جالها صقيع فهتموت المحاصيل، دي عايشة في حر لكن جالها طقس حر جدا فهيموت المحاصيل. عواصف المحيطات الشديدة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ويصعب التنبؤ بها. ده كله سببه إيه يا بنات؟ الاحتباس. هنتكلم عن الهجرة. الهجرة نمط سنوي، كل سنة الحيوانات بتهاجر من مكان لمكان، يبقى هي التنقل من مكان لآخر. هذه الحيوانات تعمل بتتنقل ليه؟ لإما تدور عن الغذاء، لإما تدور على طقس يكون أحسن من المكان اللي هي فيه. مين الأمثلة اللي بيحصل لها هجرة؟ الطيور، الماشية البرية الأفريقية، الفراشات، الخفافيش. يبقى أنا عندي أمثلة للهجرة: الطيور، الماشية البرية الأفريقية، والفراشات، والخفافيش. ندي مثال كمان، عند الأسود في تنزانيا بتقعد معظم السنة في مراعي جافة. هذه المراعي الجافة مستنية إلى أن تسقط الأمطار،
يبقى طول السنة هي عايشة في مراعي جاف. تسقط الأمطار في نوفمبر، أول ما تسقط الأمطار في نوفمبر إيه اللي بيحصل؟ بيحصل نوة كبيرة جدا، وبالتالي بتبتدي قطعان كبيرة جدا من الماشية تهاجر إلى تنزانيا، وبيبقى دوت مكان أو الأسود بقت وصلت لها الغذاء بتاعها اللي هي الماشية. يبقى بقاء الأسود مرهون بوصول النوة بعد هطول الأمطار. زي ما احنا شايفين اهو يا بنات، هنا الأسد عايش لغاية ما المطرة تيجي، هنا برضك الحمار الوحش ده بيبتدي يهاجر ويبتدي مستنياه اللي هي التماسيح عشان تتغذى على هذه الحمار الوحش. طيب ايه تأثيرات التغيرات المناخية؟ طبعا تأخر هطول الأمطار، ايه اللي يحصل؟ تأخر نمو الأعشاب، هتبتدي المشاة اللي هاجرت في السنة دي هتروح تصل قبل ما تنمو الأعشاب، هتجوع، هتموت هذه المشاة، هيتأثر النظام البيئي. يبقى أنا تأخر هطول الأمطار سبب تأخر نمو الأعشاب، هتجوع المشاة وتموت، هيتأثر النظام البيئي. هدي أمثلة تانية عن الهجرة. بينتقل الحوت الأحدب، ده حوت أبيض، بيمشي قد إيه؟ بيمشي 9000 كيلومتر عشان يروح لمناطق التغذية. بتطير طيور الخرشنة القطبية من جرينلاند إلى القطب الجنوبي كل سنة. بيسبح بطريق إدلي، بياخد 17000 كيلومتر من مناطق التغذية إلى مناطق التكاثر. هنتكلم عن الملقحات. يعني إيه تلقيح؟ هو انتقال حبوب اللقاح من مطق الزهرة توصل لميسم الزهرة. مين اللي بيبتدي يشيل هذه حبوب اللقاح؟ بعض الحشرات. فالملقحات هي علاقة منفعة متبادلة بين أنواع من الحشرات والنباتات المزهرة. هذه العلاقة قوية لدرجة انقراض إحدى منهما، أي واحد منهم، الأزهار أو الحشرات، هيؤدي لانقراض الآخر، وبالتالي هيحصل خلل في. طيب أما أجي أتكلم إيه هي مهمة الكائن الملقح ده؟ هو إن هو هيوصل حبوب اللقاح من المتق إلى الميسم، هيشيل حبوب اللقاح ويوديها إلى ميسم الزهر. إديني أمثلة كده. أشهر ملقحات عندي دي اسمها النحلة الطنانة، دي بتشيل حبوب اللقاح وتوديها لميسم الزهرة. طبعا هي في تبادل منفعة، هي بتشيل حبوب اللقاح وفي نفس الوقت بتبتدي تمتص الرحيق. بردك في الطائر الطنان اهو، زي ما احنا هنشوف شكله دلوقتي، ده اسمه الطائر الطنان، برضو بياخد الرحيق بتاع الزهرة. التغيرات المناخية تسبب الربيع المبكر. يعني أنا في تغيرات مناخية، هيبقى الربيع هيجي بدري وبالتالي هتظهر النباتات قبل ما تصل الملقحات. تيجي الملقحات هتلاقي الأزهار حصل لها إزهار، وبالتالي هتذبل الأزهار قبل التلقيح. عدم تكوين الثمار والبذور، عند ظهور الملقحات لن تجد رحيق أو حبوب لقاح كافية فيقل عددها، وبالتالي يحصل خلل في النظام البيئي. وده السؤال اللي احنا بنقوله، اقول فسري. يؤثر الربيع المبكر في التنوع الحيوي. طبعا التغيرات المناخية، الربيع المبكر ده تظهر النباتات قبل ظهور الملقحات، ايه اللي هيحصل؟ يؤدي الى تذبل الازهار قبل التلقيح، عدم تكوين الثمار والبذور، ظهور الملقحات مش هتجد رحيق أو حبوب لقاح كافية، وبالتالي هيقل عددها ويكون النظام البيئي كله في خطر. يعني هيحصل خلل في، احنا قلنا لازم واحد يكون موجود التاني موجود، خلاص ده مش هيبقى موجود التاني مش هيبقى موجود، يبقى خلل في التنوع الحيوي. بنات كده احنا خلصنا الدرس الأولاني، إن شاء الله هنبدأ الدرس التالت. التاني مش موجود، مش في المقرر، يبقى إن شاء الله هناخد الأمن الغذائي الحصة القادمة. أشكركم.